السلام عليكم. في هذا الفيديو راح ناخذ مثال على الـ Higher Order Faction، بمعنى الدوار ذات المستوى العالي. في البداية خلينا نكتب الـ Main Faction. أول شيء لو أعرف متغير اسمه X، هذا المتغير أنطيه قيمة String فلتكن Hello، ومن ثم لو قلنا مثلا Print Lin ولكن ليس للـ X، يعني ما أريد أطبع الـ X، وإنما أريد أستخدم دالة معينة تستخدم مع String اللي هي Reversed، يعني x.reversed. هذه الدالة reverse وظيفتها انه تعكس الاحرف، يعني بدل ما هي تكون كلمة hello فحرف الاو راح يجي اول شيء وحرف الاتش يكون اخر شيء، فاذا وظيفتها انه تعكس الاحرف مال هذه السترينج. فهذا التعبير كتبته بشكل بسيط، لكن الان اريد اكتبه بالhigher order function. فبالتالي راح اعرف function، هذه function خلينا نسميها reverse، ومن ثم أقواس وأقواس اعتيادية. هذه الفاكشن المفروض مني أنه تستقبل قيمة سترينج وترجع قيمة سترينج، أوكي؟ إذا هذه تستقبل قيمة سترينج وترجع قيمة سترينج من نفس الصورة. هذه القيمة سترينج اللي استقبلتها اللي هي الأس، مجرد إلى أنه راح تعكسها، يعني s.reversed، إذا راح يكون return للs.reversed، فهذه هي دالة جاهزة موجودة عندي. بالإضافة إلى هذا، هذه الدالة ممكن أحولها إلى إيش؟ ممكن أحولها إلى لامدا إكسبريشن. فبالتالي val أكتب مثلا لامدا ريفرس بهالصورة هذه، ومن ثم أخلي أقواس البراكت اللي هي تدل على لامدا إكسبريشن، ومن ثم راح أخلي شارحة وعلامة الأكبر. أوكي، حاليا ممكن أمرر الباراميتر، إذا S نوع سترينج، S هذا نوع سترينج. بالإضافة إلى هذا راح أكتب الـ body of function أو نوع return هنا، إذا S dot reversed ممكن أخذه copy وأخليه بهذا المكان، وممكن إنه أنا أكتب النوع، يعني ما أترك الكومبايلر يحدد النوع، فبالتالي ممكن أمسح هذا، وحاليا أنا راح أكتب النوع، راح أخلي colon ومن ثم أقواس ومن ثم أكتب النوع string ومن ثم شارحة وعلامة الأكبر مثلاً، تستقبل أي كلمة وترجع لي الريفرس مال هذه الكلمة. فهذه اللامدا إكسبريشن مال هذه فاكشن، إذا ريفر ولامدا ريفر. أوكي، حاليا راح أنشئ الهاير أوردر فاكشن، فبالتالي راح أقول FUN my higher، ممكن يكون بهالصورة هذه، ومن ثم أقواس اعتيادية وأقواس المجموعة. بالتالي هذه فاكشن إيش راح تستقبل؟ راح تستقبل متغير ايضا نوع سترينج، فليكن اسمه دي، هذا الدي نوع سترينج، اوكي ما عندي مشكلة. بالاضافة الى هذا تستقبل باراميتر ثاني، هذا الباراميتر ثاني عبارة عن فاكشن، فاوكي راح اقول مثلا ماي فانك، اسم اي اسم كان ما له علاقة بالبقية. فهذه فاكشن اريد احدد نوعها، شو نوع هذه فاكشن؟ نوعها تستقبل قيمة سترينج وترجع قيمة سترينج، إذا معناها راح أنسخ هذا. إذا هذه الفاكشن higher order تستقبل فاكشن أخرى كباراميتر، ونوع هذه الفاكشن تستقبل قيمة string وترجع قيمة string، فإذا ممكن أمرر لها إما هذه فاكشن أو هذه فاكشن، على اعتبار أنه هذه فاكشن هي تساوي هذه الفاكشن، مجرد الآن اختلاف فاكشن أصلية ولامدا expression. أوكي، في البداية خلينا نستدعي الدالة، فبالتالي my higher وافتح اقواس. اذا مطلوب مني ان ادخل تو باراميتر، الباراميتر الاول عبارة عن سترينج، والباراميتر الثاني عبارة عن فاكشن نوعها تستقبل سترينج وترجع سترينج. فالباراميتر الاول اللي هو عبارة عن سترينج ممكن امرر للاكس، اوكي، فممكن حاليا مررت الاكس، الاكس هذا عبارة عن سترينج اللي هو قيمته كلمة هلو. الباراميتر الثاني عبارة عن فاكشن تستقبل سترينج وترجع سترينج، فممكن انه امرر للريفر وممكن انه امرر لللامدا ريفر. فحاليا لو اريد امرر الريفر فاستخدم السكوب ريزوليوشن ومن ثم ريفر بهالصورة هذه، ولكن لحد الان انا ما كتبت البادي اوف فاكشن. اذا شو اللي تريد تسويه هذه الفاكشن؟ اللي اريد اسويه بانه الماي فاكشن هذه راح استدعيها ماي اف يو ان ومن ثم اقواس وامرر لها الباراميتر دي بهالصورة هذه. إذا لي سويته بأنه مررت لها تو باراميتر، الأول هو X معنى كلمة hello فاستقبلها مكان الدي،
والثاني functional verb خلاها مكان الماي افيون. وبعدها قال استدعى فاكشن الماي افيون ومرر لها هذا الباراميتر دي، يعني استدعى فاكشن الريفر ومرر لها الاكس. فكأنما حاليا انا هنا استدعيت فاكشن الريفر بهالصورة هذه، هي مو تستقبل سترينج، فاخليها تستقبل الاكس بهالصورة هذه. فحاليا هذا الاكس راح تاخذه وتعكسه. اوكي، اذا ما عنده اي مشكلة. نفس الحالة هنا، هذه فاكشن مررتها هنا والباراميتر مررته هنا، وفقط استدعيت الفاكشن ومررت له الباراميتر. فمجرد انه كأنما اني جزأت مراحل كتابة الكود. اذا حاليا الشيء اللي ممكن نسوي، يعني مثل ما انه هنا نستدعي الريفرس ومرر له الاكس، ممكن انه ايش اسوي بعدها، يعني اطبع، فبالتالي اقول له printlen بهالصورة هذه، ومن ثم الريفر اكس اخليها هنا. اذا نفس الحالة هنا، يعني ممكن هنا أنا اكتب ايش، اكتب printlen ومن ثم my fun راح امررها بداخل printlen، راح يكون بهالصورة هذه. اذا حاليا المفروض تطبع لي الريفرس، راح امسح هذه وامسح هذه ما احتاجها، وادوس على البرنامج، المفروض انه تعكس لي كلمة hello. اذا نشوف لانه طلع لي كلمة هي عبارة عن عكس كلمة hello، الاو صار اول حرف والاتش صار اخر حرف. طيب شلون ممكن اختصر بهذا الكود؟ ممكن انه هذا السترينج اخذه كوبي ومن ثم اخليه مكان الاكس. اذا هذا السترينج بدل ما اخزنه متغير، ممكن اختصر الكود بهالصورة هذه. بالاضافة الى هذا ممكن استخدم اللامدا اكسبريشن. اذا بدل هذه الريفر ممكن استخدم ايش؟ لامدا ريفر بهالصورة هذه. اذا ممكن اكتب هنا لامدا ريفر. بالاضافة الى هذا، هذه فاكشن راح امسح. طيب حاليا ما اختصرت اني، شنو فائدة اللامدا ريفر؟ فممكن انه اخذ اللامدا ريفر بما يساويها كوبي ومن ثم اخليها بهذا المكان، ولكن ممكن حتى اخليها خارج الفاكشن، يعني بهالصورة هذه، ومن ثم راح امسح هذا. بالاضافة الى هذا، هناك تعبير مختصر جدا لهذه العبارة، بانه انت بما انه عندك باراميتر واحد وهذا الباراميتر راح تستقبله وتسميه مثلا اسم S، ومن ثم تقول له S.reversed، ممكن تختصر هذا الشيء بكلمة it. It.reversed بهالصورة هذه، يعني هذا الباراميتر اللي استقبلته اللي هو نوعه string، فقط هو نفسه استقبله وطلع نفسه، لكن بس سوي له reversed. اوكي، اذا بهالطريقة هذه وندوس ران يطلع نفسنا.